للمركز مركزي المفضل بصراحه، المركز الاعلامي لمجلس الوزراء. ليه بقى مركزي المفضل؟ لانه مركز الاعلامي في مجلس الوزراء طول الوقت بيمدنا كده ايه بوثائق ومعلومات وبانفوجراف اللي هي العروض المعلوماتيه او التقارير المعلوماتيه اللطيفه جدا اللي انا احب بقى اشتغل عليها قوي. بص يا سيدي، النهارده المركز امدنا بايه بقى؟ باطلاق او يعني عرض معلوماتي على اطلاق النسخه الثالثه من منحه ناصر للقياده الدوليه. طيب، ودي بتقام تحت رعايه رئيس الجمهوريه مباشره. تعالوا نشوف كده التقرير مع بعض، يعني حطوا لي بس كده على الشاشه بالاذن يعني. هم 12 صفحه، هحاول اختصر لك قدر الامكان عشان زي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا النهارده يعني مخرجنا الرائع والعظيم يسري نصر الله هينور البرنامج. والله. فبص بقى يا سيدي، ايه هي المنحه؟ ايه هي منحه ناصر للقياده الدوليه؟ ودي بالمناسبه النسخه الثالثه. دي عباره عن منحه دوليه بتنفذها وزاره الشباب والرياضه. طيب، بيحصل فيها ايه؟ هي استكمال لجهود الدوله في تعزيز دور الشباب محليا واقليميا وقاريا. طب بنعمل ايه يعني يا عم يوسف؟ احنا بنقدم الدعم والتاهيل والتدريب من خلال هذه المنحه علشان يتم تمكين الشبان دول من الوصول لمناصب قياديه والاستفاده من قدراتهم وافكارهم. فنجد ان هذا مساعدا لوزير او نائبا عنه، وهذا مساعدا لمحافظ او نائبا عنه، وهكذا. فبعد شويه يبقى في عندك بقى أجيال جاهزة إنها تتولى مناصب قيادية رفيعة، وزراء ومحافظين وما إلى ذلك. طيب، المنحة دي هي واحدة من آليات التنفيذ بتاعة أجندة إفريقيا 2063، رؤية مصر 2030، ميثاق الشباب الإفريقي، المبادئ العشرة لمنظمة التضامن الأفرو آسيوي، أهداف التنمية المستدامة 2030. عموما أنا عشان ما أجريش معاك في الحاجات دي، مجموعة من الأجندات والمواثيق والرؤى المتعلقة بمصر أو إفريقيا أو الأفرو أسيوية، وطبعا حركة عدم الانحياز علشان تمكن الشباب. دي آلية من الآليات. طيب، المنحة واخدة اسم الزعيم الراحل خالد الذكر جمال عبد الناصر. ليه جمال عبد الناصر؟ ما يتسألش السؤال ده أبدا، لأنه جمال عبد الناصر إن لم يكن أهم زعيم وطني في القرن العشرين فهو من أهمهم، بس هو أهم واحد بالمناسبة يعني. وتاني هرجع أقولك، هو أنا يعني عمري بصراحة ما كنت ناصري، أنا دائما أوصف بالمسألة لتقديري الشديد لجمال عبد الناصر، تقديري الشديد ومحبتي واحترامي. السياسة فيهاش محبة، احترام، مع العلم إن أنا عندي تحفظات من هنا لحد بعد بكرة على أمور كتير حصلت في وقت الزعيم الراحل. تاني، اللي هو في رأيي المتواضع أهم زعامة وطنية ظهرت في القرن العشرين. فين؟ في مصر؟ ده في مصر والمنطقة العربية وإفريقية، وواحد من أهم زعماء التحرر في هذا القرن على مستوى العالم، وده حقيقي. اللي عايز اقوله لك انه احنا معانا على التليفون بقى عشان نشرح اكتر، وهيبقى باختصار واختزال غير مخل ولكن ممتلئ بالتفاصيل المهمه لحضرتك، دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ يوسف، اهلا بيك وكل الساده المشاهدين. الحمد لله. قول لنا بقى على منحه ناصر. طيب، الاول كل سنه ومحمد صلاح وسعاده. وفكرة حلوة، فكرة اللي قالها دكتور أشرف دي حلوة وعجباني، مهمة جدا أوي. مهم جدا ان احنا نكرم محمد صلاح، القدوة، النموذج لكل شاب مصري، وده هو الهدف. طبعا. محمد صلاح أيقونة، ومش بس أسطورة ليفربول دلوقتي، محمد صلاح المصري اللي طالع من أحد القرى المصرية، حديث العالم، حديث الساعة، بينافس على البالون دور، نجوم العالم بيتحدثوا عن محمد صلاح الآن. أيوه، ستيفن جيرارد، مارادونا اتكلم عن صلاح، بيليه اتكلم عن صلاح، باليت اتكلم عن صلاح، رونالدو اتكلم عن صلاح، ميسي اتكلم عن صلاح، كل نجوم العالم بيتكلموا عن صلاح، والنهارده بنشوف الانديه بتقدم التهنئه بعيد ميلاد محمد صلاح. فكان لزاما علينا ان احنا نكرمه وفقا لما اعلنه الدكتور اشرف صبحي من خلال الخطاب اللي ارسله للجهات المختصه بمنحه باسبور دبلوماسي. حلو.
كل سنة هو طيب، كل سنة هو دائما سنة كل سنة هو نموذج ناجح لكل شاب مصري. النهاردة يستسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة وعدد من السفراء منحة ناصر النسخة الثالثة تحت عنوان تعاون الجنوب جنوب. بمشاركة 65 دولة بيمثلهم 150 شاب وفتاة حول العالم من الخمس قارات. هذه المنحة اللي هي لها دور كبير جدا في تشكيل الشاب مش بس المصري ولا الافريقي ولا العربي، لا على مستوى العالم. اصبح لها اسم، اصبح لها براند بتنفذها جمهورية مصر العربية بشكل سنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. طيب عملوا ايه في النسخة الثالثة سريعا بقى عشان نوضح للسادة المشاهدين؟ قول. البداية كانت مع زيارة خاصة لمتحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الله يرحمه. ثم ذهبوا لمجلس النواب والشيوخ وتعرفوا كمان على كيفية عمل المجلسي النواب والشيوخ، وكمان راحوا وزارة الخارجية وراحوا قلعة قايتباي وراحوا متحف الحضارات وراحوا الأهرامات. انبهار غير عادي بمصر على المستوى السياحي. أيضا كان هناك ندوات تثقيفية كبيرة جدا اختتمناها أمس بكوب 27 عن المناخ، قضية المناخ، تأثير المناخ، واللي حضرها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد كبير من الندوات التي تهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي وأيضا الشبابي. ندوات تثقيفية الهدف منها هو تنمية قدرات الشباب. دكتور مصطفى مدبولي النهارده نقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الشباب المشاركين، واكد على ان المنحه لها دور كبير جدا في يعني دعم هؤلاء الشباب واللي بتقدمها مصر بشكل سنوي. حلو. طيب عندي بقى سؤال. اللي عاوز يقدم في المنحه عموما يعمل ايه؟ المنحه بيتم التقديم لها بشكل دوري او بشكل سنوي، لها ميعاد محدد. أيوة. من خلال وزاره الشباب والرياضه. جميل. هناك اداره معنيه بهذه المنحه، الاداره المركزيه للبرامج التثقيفيه. هيروح يقدم بنفسه ولا يخش على البوابه بتاعت الوزاره؟ يدخل على بوابه مصر للشباب والرياضه. حلو. من خلال لينك خاص بهذه المنحه وفقا لضوابط ومواصفات ومعايير معينه. عظيم. ولجنه مختصه بتبقى مهتميه بالاختيار من خلال هذه الضوابط والمعايير والشروط معلنه على البوابه بتاعت الوزاره. موجوده باكثر من لغه. حلو جدا. كمان المنحه مش مجرد نشاط بتنفذه وزارة الشباب والرياضة، لا. لها دور كبير جدا جدا جدا، واللي بتعتبر أحد أهم الآليات اللي بتحرص مصر على تنفيذها واستضافة المشاركين على مستوى العالم. كمان خلينا يعني حاجة مهمة جدا قالها النهاردة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن المنحة بتعتبر إحدى آليات تنفيذ رؤية مصر 2030. صحيح. فضلا كمان عن كونها أحد أهم أوجه تفعيل شراكة الجنوب جنوب وخارطة طريق الاتحاد الإفريقي، ودي حاجة مهمة جدا يا أستاذ يوسف. طبعا. برضو لازم يكون في دور كبير جدا للشباب المشارك في هذه المنحة. كمان التأكيد حول الاستثمار في الشباب، كمان هنا انا بخص الشباب المصري واللي هيكون ليه دور كبير جدا من خلال هذه المنحه زي ما حضرتك اشرت، كمان في التمكين ورفع الوعي لديهم. طبعا. كمان خلينا نتكلم عن تمكين الشباب زي ما قلنا، واعطاء كمان فرصه للفاعلين من دول العالم المختلفه من خلال الثقافات المتبادله والخبرات المتبادله للاطلاع مع بعضهم البعض، وكمان عقد الشراكات في مختلف المجالات اللي احنا اكدنا عليها. كمان مش عايزين نتكلم برضو عن المنحة هي مجرد التقاء للشباب، لا، كمان لها دور مهم جدا جدا خاص بالعلاقات الاقتصادية بين دول الجنوب. وكمان خلينا نقول ان او على سبيل المثال تضاعف حجم التبادل التجاري بين الدول او الشباب اللي شارك من الدول اللي كان لها دور كبير جدا من خلال تضاعف حجم هذا التبادل التجاري. كمان خلينا نقول
يعني الشباب دول في وقت من الأوقات هم اللي هيبقوا وزراء وشخصيات رسمية رفيعة في بلدانهم وفي أوطانهم، وبالتالي إن هم يشتغلوا مع بعض من خلال هذه المنحة ويلتقوا من دلوقتي مع بعض ويشاركوا بعضهم البعض، هيجي في وقت هنلاقي الشبان دول بيلتفوا حول بعض لأجل الصالح العام عندما يتولوا القيادة داخل بلدانهم. ودي واحدة من أهم الحاجات اللي عجباني بصراحة في مسألة منحة ناصر. دروس مهمه ودروس مستفاده كمان من حركه عدم الانحياز اللي تم طرحها بشكل كبير جدا ولسه بنتكلم عنها، وكمان اثرها على العالم في ظل الصراعات الطاحنه في الارجاء. وكمان خليني اقول لحضرتك والساده المشاهدين ان احياء مبادئ عدم الانحياز ما ذكرها النهارده الدكتور مصطفى مدبولي وصياغه مفهوم جديد بما يوافق معطيات عصرنا من وجهات نظر شبابيه، وحط تحت دي 100 خط شبابيه من خلال وجهه نظر شبابيه. يمكن كان ليهم النهارده الشباب ليهم كلمه في وجود الدكتور مصطفى مدبولي وكل الساده الحاضرين عن مدى الاستفاده من هذه المنحه. كمان اكد على ان التوصيات هتؤخذ في الاعتبار وكمان هترفع لصناع القرار وللقيادات في دولهم. كويس كويس جدا، وده شيء برضه جيد جدا انه ده ان هذه التوصيات ترفع الى صناع القرار. مشكورك جدا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه، كل الشكر.